وفرق بين السعادة التي هي شعور بالرضا، وهذا أمر داخلي لا يتأتى إلا لمن أتي التوحيد الخالص ولمن أقام صلبه وحياته وجسمه لله رب العالمين. حين تعفر جبينك بالتراب ساجدا لله رب العالمين، فأنت تقر أنك يا رب أنت الخالق وأنت الرازق، فأنا أقمت توحيد الربوبية وأنا اليوم أستجيب لأوامرك محققا توحيد الألوهية والأسماء والصفات. فهذا التوحيد لا ينفك بعضه عن بعض، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات كلها تتحقق حين تقيم هذه الصلاة وحين تقيم هذا التوحيد بإقامتك لهذه الصلاة حيهلا بعدها على السعادة، على السرور، على كل ما يشبع هذا العطش وهذا الجوع وهذا الجوع الإنساني. الإنسانية اليوم جوعة وحيرة ومتعبة ومنهكة، والكون قد يبدو مظلما رغم كثرة الأضواء. ما الذي سيعيد إلى البشرية رونقها وروحها وبشرها إلا أن تعود لله رب العالمين؟ أذكر قديما قرأت لمراد لوفمان، وهو كاتب ألماني بعد أن أسلم لله رب العالمين، ألف كتابا بعنوان الإسلام كبديل، ثم قال مما قال في كتابه: أيتها الإنسانية الحيرة، عودي إلى ربك تهتدي وتسعدي، فإن أبيت فإن لك معيشة ضنكا وإن أكلت المن والسلوى. يا أيتها الإنسانية الحيرة، عودي إلى ربك تهتدي وتسعدي، وإن أبيت فإن لك معيشة ضنكا وإن أكلت المن والسلوى. إذا لا يمكن أن تهنأ ولا يمكن أن ترتاح إلا أن تعود مرة أخرى لله رب العالمين. تخيل هذه الفريضة العظيمة التي فرضت في السماء وفرضت في المعراج، وذهب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمين وحي السماء جبريل، ووصل إلى تلك السماوات العلى لينبأ وليؤمر بإقامة هذه الصلوات العظيمة. نحن إذا جئنا في هذه الحياة نفتش أسرارها وربما نتجاوز أسوارها. من نحن؟ أنت عبد لله، خلقك لعبادته وطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أعظم العبادات، بل إن أعظم ركن عملي في الإسلام هو هذه الصلاة. أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل هذا التوحيد الخالص، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم يأتي بعده هذه العبادة العظيمة وهذا التطبيق لمعاني التوحيد يتأتى في هذه الصلاة. لا يمكن أن تتحدث عن أي أمر آخر، يعني لا يمكن أن تتحدث عن يومك، عن سعادتك، عن انشراحك وأنت لم تصلي. وإن يوما لا تصلي فيه الصلاة في أوقاتها، أو إن عبدا لا يصلي، لا يمكن أن يحسب هذا اليوم من أيام حياته. إن عبدا لا يصلي أبدا، اليوم الذي لا تصلي فيه، اليوم الذي لا تصلي فيه لا تجعله من ضميم أيام حياتك. اليوم الذي لا تقيم فيه صلبك وركوعك وسجودك لله رب العالمين لا تحسبه من أيام عمرك ولا من سنيك ولا من شهورك ولا من لحظاتك، فإن هذا يوم ليس كالأيام. إذا أردت أن تبدأ بالنور وأن تعيد لنفسك بهجتها وأنسها، فعليك أن تعود مرة أخرى إلى هذه الصلاة توحيدا لله رب العالمين.